رجال اشتغل مازوت ما يجيبونه، المفروض بطانيات عم نضبط بيهم تزبيط نشوف رجال. ناقصين تدفئة، ناقصين مية، براميل مي وعوازل، العازل حقه 75%، ودحجت شتوية وشوادر ما عندنا، تدفئة ما عندنا، تغذية ما قاعدة تجينا، قاعدة المنظمة تمر من حوالينا ما تمر علينا، والله بالميات تتخرخر علينا، والولاد يا ولا قاردين قروز، عندنا الظن كله قارد قروز، ما يقدر حتى ينام ولا يقدر يقعد على الأرض من الميات، شوادرنا هريانة، بطانيات ما عندنا. براميل مي ما عندنا، برميل واحد شذي يسوي طبخ الا شطف الا غسيل العين شذي يسوي، والله بحاجة كل شيء، بطانيات عوازل تغذية تدفية حطة صوبات، حط صوبات ما عندنا، نعلق نيلون، لقط نيلون شس نيلون نعلقهن. اخويا احنا معتازين كثير شغلات، احنا مخيم الاسدية. ايه الحسين بدنا عوازل للخيم ما عندنا، محتاجين حرامات سفنجات، يعني كثير شغلات ناقصتنا، يعني احنا يعني مخيم عم تقولون عشوائي، بس احنا يعني ما حدا جاب لنا شيء خالص اطلاقا، يعني انطانا غذائيه وبس، المفروشات امس انطانا مفروشات بس ما سوى لنا شيء. الحز احنا اكثر شيء بحاجه العوازل، الاسفنجات، الحرامات، يعني اولادنا قاعد يقتلهم البرد. يعني اداره مخيمات يوجد في مدينه منبج 1954 عائله يخلطوا في المخيمات العشوائيه موزعون ضمن المدينه والريف، منذ عامين لم يتم توزيع حصص شتويه لهم من اسفنجات وعوازل وتعويض تدفئه وصوبات. طلبنا من عدة مرات من المنظمات العامل في منبج التقديم الدعم لهم ولم يتم الاستجابة، رغم التواصل المستمر مع المنظمات. وضع المخيمات سيء، ونجد المنظمات الإنسانية لدعم المخيمات العشوائية